لكم نزود الترقيق حمد مخطوط 95 داوه من البيت راقد في وسط ولادو أدخل سأل كي ضربوا الباب قالوا إحنا الأمن. قلت لها شكون الأمن؟ قال إحنا الأمن مع الجيش والعسكري يسكن في جنبي أنا هنا كنحل تقريبا مع الجيش في وسط الصطاد كان في الطالي يسكن كان قاعد يربي الجيش كي دخلوا رمو عليه ليمينوط وقعدوا يفتشوا. جو في الليل ولا في النهار؟ على السبعة كان البرد جو السبعة تاع العشية وهما كانوا وليدي صغير يلعب برا يدور يقعدوا برا يدوروا يقولوا ها وين وليدي ورينا الباب طلعوا كي ضربوا ذاك الباب قالوا احنا الامن حلوا احنا نجي دخل معاهم الشيف تاع لارمي ظل عندي في البلاصيطا يدور وانا نسكن وشايف بعيني كان حنا التاقي اللي قاعد الجيش برا كي كان يدور اي دخلوا قعدوا يفتشوا اللي صابوا قدامهم رفدوها كواعط بلا قرايب غير المهم يلموا يدي داو حودوا للصالة تحت وانا نرقب عليهم التاقة حلي التاقة وقعدت نرقب ركبوا في اللوطو وداو للصالة تحت ولا تجويه الوحدة هكاك ما رقدش مرقوا الشار ومرقوا كاع القش تاعهم هذاك البيتير وكاع طلعوا وين خطوا خطوا لصلاتنا جابوا هذا رزق لا عاد قاع الوحدة تاع الليل انا حسبت مرقوا يقتلوه من بعد كي قعدت واسي اتصلوا بيا من صلاتنا قالوا بلي هم خرجوا فاني عبد قاع هذا رزق لا عاد قاع واش يكون هذا فاني معاه مفقود جابوه من دارو مسكين يعني كان عضو في الجبهه الاسلاميه ولا قال ما واش قاعد دخل هذاك في الجبهه والو كاع ما كانش مخارط مسكين هيا كي داوهم الصباح طلعوه مع 9 تاع الصباح وانا نلاحظ في زوج طلعوه من 9 تاع الصباح الصباح كي طلعوه دهموا المكتبه هنايا دهموا هذا سليمان بن عزهر داو معاهم داوهم الغيديزان كي طلعت الغيديزان لحقتهم باللوطو كنا في جرتهم كي دخلوه قال لي ماهوش هنا في ليبريكا تاع غيديزان تاع عند جدارمي قال لي ماهوش هنا قلت له قلت كراه هنا وهاللوطو وهالمتروك عيا يدور معاهم بعد كانت عجوزي معايا والام تاع الاخر معايا قالت له انا مرت شهيد عجوزي هذا وليد شهيد هي قالت له لا بغيت ربي وقعدت تذمن قال هذا باباه شهيد واه باباه شهيد والحي مسمي عليه شارع رقيق عبد القادر اللي نسكن فيه خلاه مولا 5 سنين ما يعقلش بوي هيا قال لي مرة قال لي بريقات تاعهم والشيف تاعهم قال لي يقول لك الحاجة راهنا عنا باين كذب عليك نقول لك ماهوش عنا راهنا عنا ودرك نحقو معاه ولا ما عنده والو نطلقو قال لهم نزيد بالزيادة انا يديروا لنا التليفون او يكتبوا لنا بريان جو ندو مولانا بغا دار ولا ما دارش